كاشف على الصمان وقال ودخله قلت يا الربع دليله تحت ارخش وملمزني اشتي حصح ورالزيز الرعد ومعرقه بالبرق يضيله تمثنا النفود وصار سيله على سقام على ضلع مرد رثيات انها ماليله تعاول حتى يفلنا تصفق على الجيان جغاب قمتلت وصويبها تنها النيله تملت خبر الصلب وين انت يا العطشان ثمان الخبر تسعت هنك حليله ونافذ قلبي يوم قالوا على الصلب النزان المعارك سياله. رجعنا لسريف والمنطقة تليجة، ما شاء الله المطر ما وقف، وقفنا عند المطعم عند خروف مشوي نجربه ونعطيكم الرأي إن شاء الله. في سيتي سنتر سرايفو، هذا السوق تبع شدي مستثمر سعودي، له فندق ولها مجمع وفي ثلاث اسواق كبيرة ومغلقة، مو كبيرة مرة لكن تعتبر هي الكبيرة والمغلقة في سرايفو، بحط لكم اسمها الحين. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم العافيه. كيف الكبد زينه؟ وين الجيل الماضي؟ ها؟ ما عليك في الفرن بطلب. بس حط طيمك ما عليه بس. والله في الكبسه يا سلطان. الله يكرمك. شيف فارس. انت الشيف حقنا ترى. وعليك زهل الموند يا شيخ عزابيه. كفو والله. تضبط. عاد نجرب الكبسة الإماراتية عاد نشوف تضبط ولا ما تضبط. والله ما كل شيء موجود عسى تضبط. الله يكثر خيركم قويكم خيرك دائم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف الكبد زينة؟ وين الجيل الماضي؟ ها؟ ما عليك في الفرن بطلب. بس حط طيمك ما عليه بس. والله في الكبسة يا سلطان. شيف أبو فارس. أنت الشيف حقنا ترى. وعليك زهل الموند يا شيف عزابية. كفو والله. تضبط. عاد نجرب الكبسة الإماراتية عاد نشوف تضبط ولا ما تضبط. والله ما كل شيء موجود عسى تضبط. الله يكثر خيركم قويكم خيرك دائم إن شاء الله.